من باب حث المؤمنين في ختام الحديث، أحد المؤمنين صرح لي قال: ذهبنا إلى بلاد الغرب بعد إكمال الثانوية العامة، يعني في سن 18، قمة الشهوة. القضية يبدو قبل 20 سنة، في تلك الأيام كان الذهاب إلى هذه البلاد غنيمة. في بعثة دراسية يقول: ذهبنا في الأشهر الأولى لتعلم اللغة، وابتلينا بفتنة النساء، إحداهن نصبت لي فخا: تعال إلى المنزل أتذاكر نتعلم كذا. يقول: ذهبنا إلى المنزل وإذا بها تعمل ما عملته زليخة، طلقت الأبواب وقالت: هيت لك. يقول: أنا في لحظة من اللحظات كأنه رأى نفسه بين الجنة والنار. يقول: المهم قمت من مكاني مسرعا وهربت من ذلك المنزل. يقول: هذا اعتراف أحدهم قال لي شخصيا. يقول: خرجت من الباب وإذا أرى الأنوار تهبط على قلبي. يقول: إلى اليوم، هكذا معنى كلامه، إلى اليوم، وهو الآن لعل في 50 من عمره، يقول: إلى اليوم أثر ذلك الموقف، معنى كلامه، بقي في وجوده. يقول: نور أعطاني الله عز وجل، هذا النور عاش على بركاته كما يقال عمرا طويلا. إخواني، هي قضية لحظات، ساعات، ورب العالمين قد يختبرك في العمر مرة أو مرتين. نعم، كن حذرا لئلا تسقط من عين الله عز وجل في لحظة من لحظات الاختبار.